المصرية استغاثات وطلبات ومناشدات أبناء الوطن في الخارج في الرجوع إلى وطنهم. والحقيقة كان السيد الرئيس واضح وصريح فيما يتعلق بأنه هو بيضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التي سوف تتكبدها الدولة في هذا الشأن. وجاء بعد ذلك تأكيده فيما يتعلق بأهمية عودة العالقين مهما كان السبب ومهما كانت الظروف حتى يعودوا إلى أرض الوطن. من هنا جاء تشكيل اللجنة المشكلة برئاسة دولة رئيس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الطيران، التعليم العالي، السياحة والأثار. كلنا اشتغلنا في هذه اللجنة، وبالتأكيد وزير الإعلام اشتغلنا في هذه اللجنة بشكل مؤسسي بكل دقة حتى يتم عودة جميع العالقين. هذه الأزمة كانت متطورة بمعنى أن هي بدأت بالعالقين المصريين من العمالة المصرية في الخليج اللي كانوا عالقين داخل أراضي الدولة المصرية بعد غلق المطارات وعدم استطاعتهم أنهم يرجعوا مرة أخرى إلى عملهم، وتطورت الأزمة بعد ذلك إلى المناشدات والطلبات اللي تلقتها الدولة من جميع العالقين من أنحاء العالم، وبعد كده تطورت هذه الأزمة لمخالفي الإقامة، للحالات الإنسانية، وأيضا لمن تم إنهاء تعاقدهم في الخارج. عشان كده كانت هذه اللجنة بتعمل بشكل دوري وبشكل مستمر حتى نتمكن من تقديم جدول زمني لدولة رئيس الوزراء علشان نقدر إن احنا نشرح الأعداد طبقا لما قدمته السفارات والقنصليات من أعداد لهؤلاء الشرائح أو لهذه الشرائح المتعددة. والنهاردة كان هذا الاجتماع بعرض الجدول الزمني اللي هيبتدي بتعليمات من السيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة. والحقيقة كل اللي حصل من أعمال اللجنة مهم جدا أنا أقول يعني يقفل على أي إشاعات وجماعات مغرضة بتحاول أن هي تزعزع ثقة المواطن المصري في الخارج بدولته. بالتأكيد أنه القدرة الاستيعابية للدولة، مواردها والظروف الاستثنائية اللي هي بتمر بيها لم تمنعها من أن هي ترفض أي مواطن مصري عايز يرجع لدولته. بالتأكيد أن الدولة لا تغلق أبوابها في وجهه. عشان كده أنا سعيدة بمشاركتي في هذه اللجنة، وسعيدة أيضا بالنتائج اللي احنا وصلنا لها. وبالتأكيد أن كل التقارير بترفع مش بس من اللجنة للسيد رئيس الجمهورية، ولكن في مشاركة زي ما معالي وزير الخارجية ذكر من كل المؤسسات ومن كل الجهات المعنية حتى تتم هذه العودة، عودة سالمة لكل المصريين في الخارج إن شاء الله قبل العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة برضو فاتني إن أنا أقول إنه النهاردة هي بداية عودة المصريين من دولة الكويت إن شاء الله والدول الأخرى.